مرحبا بكم في قناة المغرب دوت كوم. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. هذه أبرز العناوين. نيوكاسل الإنجليزي يهدف إلى التعاقد مع نجم المنتخب المغربي حكيم زياش خلال ميركاتو الشتوي المقبل. يحيى عطية الله: لحدود اللحظة لم ألتقي بمسؤولي الوداد الرياضي، لا أعرف العروض التي وصلتني وأتمنى أن أحترف في الدوري الأوروبي الكبير. في مفاجأة غير متوقعة، سفيان بوفالة يتلقى عرضا مغريا جديدا من هذا الفريق العالمي. نجم الأسود عز الدين أوناحي يحسم رسميا في مستقبله مع نادي أونجي الفرنسي ويفاجئ الجميع بهذه الخطوة الغير متوقعة. البوصوني وحيد خيلوزيتش مدرب المنتخب المغربي السابق يفجر في وجه الجامعة ويصدم الجميع بما قاله بسبب استبعاده من المونديال. بدأ نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في تحديد أهدافه خلال الميركاتو الشتوي القادم من أجل تعزيز صفوفه، وذلك بوضع عدد من اللاعبين تحت رادار الفريق، ويبقى أبرزهم الدولي المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي. وأفادت المصادر الإنجليزية أن نيوكاسل يراقب وضع حكيم زياش مع ناديه تشيلسي عن كثب، حيث يتطلع المدرب إيدن هاوي إلى تعزيز خطه الهجومي من أجل إكمال رحلة صدارة اللقب بريمير ليغ. ولعب حكيم زياش رفقة ناديه تشيلسي 92 مباراة، سجل خلالها 14 هدفا وأعطى 10 تمريرات حاسمة، فيما لم يستطع النجم المغربي اللعب سوى 270 دقيقة في جميع المسابقات هذا الموسم بقميص بطل أوروبا مرتين. وكان اللاعب البالغ من العمر 29 عاما على وشك مغادرة أسوار ستانفورد بريدج خلال الصيف المنصرم واللعب في سان سيرو بقميص ميلان، غير أن ممثلي اللاعب والنادي لم يتوصلوا إلى اتفاق مع الروسونيري. ويشار إلى أن حكيم زياش سيكون محطة اهتمام العديد من الأندية الأوروبية مع اقتراب الميركاتو الشتوي، وذلك إن ظل استبعاد اللاعب قائما من طرف المدرب تشيلسي غراهام بوتر، خصوصا بعد تألقه في نهائيات كأس العالم قطر 2022 رفقة المنتخب المغربي. قال الدولي المغربي ونجم الوداد الرياضي يحيى عطية الله في مقابلة مع القناة الثانية: الحمد لله، أولا نشكر الله الذي وفقنا لنشرف الشعب المغربي والأمة الإسلامية والأفارقة. الاستقبال الجماهيري كان خياليا، لم نكن ننتظر أن الناس ستستقبلنا بذلك الشغب والحب. عندما ترى الجميع من الكبار والصغار وشيوخ سعداء بك، فهذا يدعوك للفخر ولأن تشتغل أكثر في مسيرتك. وتابع يحيى عطية الله في تصريحه قائلا: كل شيء كان على ما يرام، الحمد لله، أسعدنا الناس وكان هذا هو هدفنا. بالنسبة للاستقبال الملكي كان جد رائع، أشكر جلالة الملك محمد السادس على الاستضافة، هذا يعطينا دافعا معنويا لنشتغل أكثر ونحقق ألقاب لإسعاد المغاربة. وعن مستقبله رفقة الوداد الرياضي أكد يحيى عطية الله: لأكون واقعيا، أتمنى أن أحترف في الدوري الأوروبي الكبير، هذا يبقى حلم لأي لاعب من البطولة الوطنية أو من الدوريات العربية. وأتم يحيى عطية الله حديثه بالقول: لحدود اللحظة لم ألتقي بمسؤولي الوداد الرياضي لأعرف ما هي العروض التي وصلتني أو ماذا يجري، أتمنى الاحتراف لأطور مستواي أكثر وأكون قدوة للشباب. أصبح نجم المنتخب الوطني المغربي سفيان بوفالة قريبا من الانتقال إلى الدوريات الخليج العربي بعدما وصلت العديد من العروض إلى إدارة نادي أونجي الفرنسي. بعد تقديم بوفال مستويات جيدة خلال كأس العالم قطر 2022، إذ ساهم بصورة مؤثرة في تحقيق المنتخب بلاده المركز الرابع عالميا كأول بلد عربي وإفريقي. وفي هذا الصدد كشفت التقارير الإعلامية أن الدولي المغربي سفيان بوفال توصل مؤخرا بعرض جديد من نادي العين الإماراتي الذي يحاول حبس نبض الفريق الفرنسي، علما أن النجم المغربي كان مطلوبا قبل ذلك بقوة من السد والرايان القطريين إلى جانب اتحاد جدة السعودي. وسيحاول الفريق العين الإماراتي تقديم عرض مغري يفوق منافسيه.
وخاض سفيان بوفال 11 مباراة مع أونجي الفرنسي في الدوري الفرنسي الموسم الجاري 2022 مسجلا 3 أهداف فقط. ويذكر أن سفيان بوفال انتقل إلى أونجي الفرنسي العام قبل الماضي سنة 2020 في صفقة الانتقال الحر بعد انتهاء عقده مع نادي ساوثهامبتون الإنجليزي. تحدث الدولي المغربي عز الدين أنهحي عن مستقبل رفقة النادي الفرنسي أونجيه بعد العروض الكثيرة التي تلقاها في الفترة الأخيرة بعد مشاركته المميزة في كأس العالم قطر 2022 رفقة الأسود. وقال عز الدين أنهحي في تصريحات إعلامية: هذا ما قلته لرئيس أونجيه، المشروع الرياضي يأتي أولا، ليست لدي بطولة مفضلة كما لا أمتلك وجهة مثالية، فقبل كل شيء أنظر إلى المشروع الرياضي في النادي الذي سأذهب إليه. وتابع عز الدين أنهحي تصريحاته بالقول: لا يزال يتعين علي التقدم والتطور لإظهار مميزاتي، لأكون واضحا مع الجميع فأنا لا أفضل بطولة على أخرى، لأنني أنظر إلى المشروع الرياضي بالدرجة الأولى ومصالح النادي، ولكن أيضا إلى نفسي. واختتم عز الدين أنهحي تصريحه قائلا: إذا كان الفريق الذي سأذهب إليه لديه مشروع حقيقي فسأختار الذهاب إليه بكل تأكيد. خرج المدرب السابق للمنتخب الوطني المغربي البوصوني وحيد خيلوزيتش بتصريحات جديدة يؤكد فيها بأنه لم يستوعب لحدود اللحظة إقالته من تدريب المنتخب الوطني المغربي أياما قليلة قبل انطلاق كأس العالم قطر 2022 والتي أنهاها رفقاء أشرف حكيمي وحكيم زياش في المركز الرابع عالميا في إنجاز تاريخي كأول بلد إفريقي وعربي يصل إلى هذا الدور. وصرح المدرب البوصوني وحيد خيلوزيش لصحيفة ليكيب الفرنسية يوم أمس السبت قائلا: لقد أخذوا كبريائي، لا أستطيع أن أنسى ذلك أبدا وأن أستطيع أن أغفر لهم. كان يجب أن يكون أيضا وداع المهني للتدريب رفقة الأسود في المونديال ومشاركتي معهم. وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أقالت البوصوني خيلوزيش من منصبه كمدرب للمنتخب الوطني المغربي بعد 3 سنوات من تدريبه. وتحدثت الجامعة الكرة عن انفصال بالتراضي بينها وبين البوصوني وحيد خيلوزيش بسبب اختلاف وجهات النظر حول تحضير المنتخب الوطني المغربي لنهائيات كأس العالم قطر 2022. شكرا على حسن المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أخبار المغربية.